ما من بالديوان زيت بجاو هو تو هنا في شارع محمد الخامس احنا عمال هنا احنا مهضومين احنا طالبين تسويه الوضعيه نتاعنا مطالبين ح... وضعيتنا احنا احنا حاطين على المناوله والرجال ياخذوا 100 لتر زيت يقضوا نهار السبت ياخذوا من الانتاج احنا التعب وهما ياخذوا في كل شيء احنا ما ناخذوا حتى شيء ياخذوا في كل شيء وين المستويات نتاع الرجال والمراه وين المراه الفلاحيه اللي تكلم على التلفزه احنا ما نأخذ حتى شيء احنا محقنا ما حقنا مهضوم احنا نأخذ ونحرثوا هكا والعباد تاكل توكه توكه. ما نأخذ حتى في شيء تصور انت مؤسسة ديوان الزيت قريب سبعه ولا ثمانيه في كامل كي تراب الجمهوريه مسكر واحنا نهبب جوا نخدم ونسيقط احنا معناش عندناش طبعا انا كنت فرش في التلفزيون كل حقي نلقاه قدام الدار نمشي الخدمه انا جاي نروح مو هنا ما عندي مين حتى شيء نخدم نخدم شهر كامل نمشي حتى شيء الكمين نسيك كان تحضر ضعيف احنا نسيك تخرج انت لا تخرج 200 دينار رجال 200 دينار و180 دينار ورجالك تخرج تخرج ب 800 و900 دينار علاش وين المستويات نتاعك علاه 200 دينار فقط علاش مش ما نعرفش دواء كري قرايه مرض شنو انت شنو تعمل 18000 18000 في الشهر هو ياخذوا 380 دينار كل شهر عليه 100 ترزيت علاش ما نخرج حتى قطرة. وين ننتج فيه انا نخدم في السير هم ياخذوا ملحه السخان انا نخدم في البرلي هم ياخذوا ملحه الغبره أي. انا نخدم كيف يقول فيها في البولار هم ياخذوا ملحه الخطر علينا ما ناخذهاش هذه انا يعني الكل عليه علينا حقنا مهضوم نهضوم المرأة ويتكلموا على المرأة الفلاحية المرأة الفلاحية ما تماش منها المرأة الفلاحية كله مزيف كله تاع تعك... تلافز ما تماش الحقيقة الحقيقه ما كل كان اللي يخدم فيه كيما انا نخدم فيه اما اللي يتكلم في التلاف ما يعرفش قيمتها الفلاحيه ما يعرفش كيفاش تركب الكاميونه وما تعرفش كيفاش تضرب في المسحه وما تعرفش كيفاش يجيبوا في البطاطا ويجيبوا في النوار ويجيبوا في الدلاع والبطيخ اللي ياكل فيه بارد اما نحن كيف ما تكونش تتكلم علينا عندنا حقنا عند ربي حقنا عند الله كله كذب كله كذب كله برستيج 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 ما ثماش ثماش منه ثماش منه المرأة الفلاحية كله تاع الصباط كله. اخدم ويسب والديك حاشاك اخدم ويعمل اللي تحب انت نهارك مش منقوب نهارك تعمل الخمسة تاع العشية ابسط حاجة نهارك منقوب روح روح اليوم هكذا اضرب عام نهارك منقوب من الصباح قال

شهريتنا متسمية سبعة مية ما ناخذوه السبعة مية أربعة مية وخمسين ساعة لساعة واحدة تمشي تمشي عندها سلوفات سلو في الحانوت ولا في ولا ماخذة ما قرض ماخذ ما قرض ولا ما تس ولا ما ولا ما تزيد تجبط في الروج تزيد تجبط في الروج نحنا مهدومين جماعة بجاوة مهدومين مهدومين ما احنا مش نكين احنا كالرجال نخدموا في السخانة ونخدموا في البرد ونخدمه في الطبعة ونخدمه في الخبرة وننتجه في الزيتونة اللي منزولة في القرآن ننتجه فيها احنا المرأة الفلاحية ومهدومين انا 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 راجل وسط راجل واحد معانا اليوم ونهارنا علاش اليوم منقوب وخدوا علاش منقوب نهارنا خاطر نحن نتكلموا على حقوقنا ما تماش حق في تونس الحق ميت حقنا ميته يا رسول الله الفلاحه باش منتوجه بالمرأة الفلاحيه الزيتونه باش منتوجه البصله باش منتوجه المعدنوس باش منتوج البطاطا باش منتوجه البطيخه باش منتوجه البرتقاله باش منتوجه بالمرأة الفلاحيه الراجل باش يخدمها حقها مهدوم حقنا ما يتحتجب انا احنا طالبين طالبين على ستاتي دي وان كان ستاتي دي وان هذي تو كل حديث فارغ احنا تو نحكوا فيه انا حاجتي كان ستاتي انا عندي ثلاثه صغار ثلاثه صغار ومعناها باش باش نخلط انا معاش خالد معاش خالد ولي وليت تعرف وقسمت بالله نروح للدار عباره كاني مروح للحبس عباره كاني مروح للحبس معاش فيه واحد وانت اصحابك يخدموا معاك ياخذوا الزيت يضرب في مليون وياخذوا الزيت وياخذوا البريم انا بريم تاع ثلاثه شهور ناخذ في 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 30000 30000 نتاع الانتاج كيفاش هذا ما عندك قوه باش تخدم ما تنجمش تخدم ما تنجمش صحابك خير منك ما تنجمش تخدم محمد امين عرقوبي كاتب عام اعوان وعمل الديوان الاراضي الدوليه كاتب عام النقابه الاساسيه لاعوان وعمل الديوان الاراضي الدوليه أنا في مستهل الحديث تاعي باش نحكي بصفة عامة على الوضع الاجتماعي وكلامي موجه للسيد رئيس الجمهورية وللأعضاء ولل الحكومة يهبطوا شوية و ويشوفوا الشعب التونسي فيش قاعد يعاني الوضع الاجتماعي متردي جدا والشعب التونسي قاعد يعاني في معاناة كبيرة ياسر وقاعدين نشوفوا تو في الخطابيه نتاع سياده الرئيس باش نكافحوا الفقر الشعب التونسي مهمش لكن في الواقع الشعب التونسي يعاني في معاناه كبيره، الفقر زاد، التهميش زاد، البطاله زادت، الخد اللي يخدم مش خالط فما بالك بالبطال. بال الوضع الاجتماعي متردي الاسعار في ارتفاع كل يوم وشعب معاش خالط والشعب والشعب التونسي يئن وما فماش شكون يسمع الشعب التونسي. توا باش نرجع للاراضي ديوان الاراضي الدولي ديوان الاراضي الدولية ساعة باش نعرف الديوان ديوان هو منشأ عمومية تأسس من 1961 أه يشغل ديوان الاراضي الدولية في 12600 تعاون وعامل موزع على كامل تراب الجمهورية 12 كي نقولوا 12600 عامل معناتها 12600 عائلة ودوره اجتماعي كبير برشا ديوان الأراضي الدولية لأنه يشغل في اليد العاملة ويشغل في اليد العاملة ويساهم في تعديل الأسعار المنتوجات الفلاحية اللي هي توفي غلاء في غلاء متوسط وشعب معاش قادر إنه بيش يعبي قفته ديوان الأراضي الدولية عنده مركبات فلاحية وحدات صناعيه اللي يزود في السوق بالبيض يزود في السوق بالزيت اذا بجميع المنتوجات الفلاحيه ديوان الاراضي الدوليه يعاني ويئن وهو تو ماشيين في سياسه تخريب الديوان ويحب اغلب المواد الاساسيه مفقوده علاش اغلب المواد الاساسيه مفقوده لانه القطاع الفلاحي في تونس الحكومات السابقه الكل تلهات كان بالقطاعات الاخرى والقطاع الفلاحي اللي هو يساهم في الناتج الداخلي الخام ما 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 كانش مكان اهتمامهم والما نتاع الرؤساء الحكومات السابقه الكل اليوم وين ماشي اليوم والله وضعيه ضبابيه ما فماش شكون الساعة يعطينا رؤية الدولة هذه وين ماشيين، لو نحن ديوان الأراضي الدولية يعاني، لأنه ديوان الأراضي الدولية هو في, الأصل يشغل 4000 عامل، هذه طاقة الاستيعاب نتاعو، يشغل في 12600 عون، وهذا من حقهم في الجهات وكي طيب باش نحكوا على التنميه طيب نسمعوا في الاعلام التنميه التنميه الجهات الديوان أراه ممتد من بنزاره البنغردين في كامل تراب الجمهوريه تلقى ديوان الاراضي الدوليه ديوان الاراضي الدوليه الاغلب اغلب ولا الراس مال نتاعو الكل موجه للاجر ما فماش زيرو استثمارات ما فماش انفستيسمون باش مؤسسه باش تعيش ما فماش استثمارات انت هذه سياسه الدوله بعد الثوره ومن حق الشعب التونسي انه يشتغل ومن حق البطال انه يشتغل في الجهه نتاعو لكن عندك ماكينه تخدم بها عندك عندك تراكتورات عندك يلزمك دعم الديوان باستثمارات جديده باش تقدر انك توفر الاجر للعون والعامل وباش يخدم في اريحيه ويعطيك الانتاج ويزود لك السوق ونحكوا على الانتاجيه الانتاجيه والعاون والعامل الوضعيه نتاعه الاجتماعيه هشه توا السيد رئيس الجمهوريه استاذ قانون ويني مجال الشغل ويني ويني الاشكال العمل الهش شبه ما تراجعتش مجال الشغل التو زين نحكوا على امام منحه قفه ومنحه تحليب ومنحه تم مراجعة الدستور لكن المجلات اللي, 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 اللي تخدم مصالح العباد واللي اللي تتغير زاد القانون يتغير مع تغيره لأنه قانون وضعي يتغير مع بالزمن تو باش نحكوا على سياسة الدولة اللي اللي, اللي ماهيش لاهية بالقطاع الفلاحي والمؤسسات اللي تنتج لك كما ديوان الارض الدوليه كما, كما ديوان الحبوب كما ديوان الزيت اللي يامن لك في الزيت مهمشه واللوبيات نقول اللوبيات واللي محتكرين السوق يحبوا يضربوا القطاع العام باش هما يستحوذوا على القطاعات هذيا وباش اليوم تغدوة يزيدك اليوم تغدوة يزيدك في الزيت ويزيدك في الواحد وما يتكلم حتى واحد يعني يقول لك في اطار المنافسة وفي اطار الواحد انا عندي الحق يا اخوي في في في, في, في 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 الأرباح وعندي الحق لأني مؤسسة تجارية بالأساس لكن وين تدخل الدولة؟ وين تدخل الدولة؟ الدولة هي اللي تعدل الأسعار باش بمؤسساتها بالقطاع العام، القطاع العام اليوم يعاني ديوان الاراضي الدوليه اليوم ما عادش يخلط باش يخلص شهر خدامته لانه علاش لانه الدوله الدوله ماهيش فاهمه ما المشكل نتاع ديوان الاراضي الدوليه شنو هو ديوان الاراضي الدوليه ديوان الاراضي الدوليه مؤسسه مؤسسه تشغل في 4000 عامل اليوم ولا تشغل في 12600 عامل منين باش تلقى الاستثمارات منين تجي الاستثمارات وكيفاش باش يوصل هو يحافظ على ديمومه المؤسسه وهذه في اطار تخريب المؤسسات العموميه اللي يحبوا يفوتوا فيها القطاع الخاص ما ضد القطاع الخاص ما ضد لكن يلزم موجود القطاع العام القطاع العام هو اللي يعدلك الاسعار وهو اللي تلهى بقفة المواطن كالزوالي وكل, وكل للـ للـ للبطال ولا كي تفوت فيها انت للقطاع الخاص وين تدخل الدوله ولين نحكو على الراسماليه اللي هي طوف في العشر سنين هذية الحكومات الكل قاعده تدعو للراسماليه لكن بصفه غير معلنه ما احزاب اجتماعيه كانت وما احزاب كانت تدافع على المواطن وعلى الطبقه الشغيله نحن فرحنا ب 25 جوين لكن من بعد ما لينا حتى شيء ما فهمنا حتى شيء شكرا. فرحنا ب 25 جويلية اللي اللي, اللي, اللي معناتها باش يرجع البلاد في الطريق الصحيح وباش الفاسدين يتحاسبوا والمفسدين يتحاسبوا ما بقاش كلام بالفارق القضاء هو اللي يحاسب الناس هذوما والفاسدين هذوما وترجع الدوله الحاضنه تعرف شو معناتها الدوله الحاضنه الدوله الحاضنه هي هي بو الزوالي هي بو الفقير هي بو الخدام اللي يخدم لك بسميق ويخدم لك لتوا في تونس 400 دينار يا سيادة الرئيس شنو مازال تعمل المواطن في تونس توا؟ في ظل الغالية هذيا نتاع المعيشة شنو مازال شنو من باش تعمل له؟ أنا يعني باش نقول لهم آخر آخر حاجة باش نقول لهم ما تسلعبتهم الناس وقد ولدتهم أمهم أحرارا والتشغيل الهش والمناولة هذه الكلها الكلها عبودية عبودية ونختم كلامي نقول إن شاء الله إن شاء الله وزارة الإشراف ووزارة المالية ولا 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 ورئاسه الحكومه تنظر الى الديوان لانه قاطره للتنميه في الجهات كي تحبوا تحكوا على التنميه تلفتوا للديوان